أحسن الله إليكم. هذا المستمع بلال بن علي من الأردن يقول: أرجو أن تجيبوني عن هذين السؤالين مشكورين. الأول: ما حكم الإقناط كتب كذا دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ مستحب، قنوت في صلاة الوتر مستحب، إلا إن كان يقصد القنوت في صلاة الفجر فإنه غير مشروع إلا في وقت النوازل. القنوت في صلاة الفجر غير مشروع إلا في وقت النوازل وبقدر الحاجة فقط، وأما المداومة عليه فإنه لا أصل له، وهو والمنع منه هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما القنوت في الوتر من النافلة من صلاة الليل فإنه مستحب. نعم.